اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا معاكم ونهار جديد. وفقرتنا الاخيره هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، موضوع بيخص اطفالنا، فلذات اكبادنا، قره عيوننا. يعني من اجمل الحاجات اللي ربنا بيرزقنا بيها، وبنحس كده ان هي قطعه مننا ماشيه على الارض. عشان كده كتير جدا من الامهات والاباء بيهتموا جدا باولادهم، وبيبقوا طول الوقت عندهم شغف ان اولادهم دول يكونوا في احسن حال وفي احسن صحه. ولكن للأسف طبعا يعني دوام الحال من المحال، في بعض الحالات اللي بتولد بشكل في نوع من أنواع التشوه أو العيب الخلقي، وذات العيوب الخلقية الخاصة بالعظام أو المفاصل. الحاجات دي من الحاجات اللي بتبقى كتير جدا من الآباء والأمهات قلقاهم، في نوع من أنواع الرعب. مستقبل الولد هيبقى شكله إيه؟ طب نتعامل معاه إزاي؟ نروح ونيجي فين؟ في كده نوع من أنواع التوهان. عشان النهارده ما يحصلش التوهان ده، وندلكم ازاي تمشوا في طريق السليم والصحيح ومن غير دوخه، ومن غير ما تقدر ان انت تمشي في طريق طويل جدا ومطول مع العلاجات الوهميه، هنعرف النهارده نجاوب على كل هذه الاسئله واكثر. وكمان الناس اللي عايزه تعمل وقايه من قبل ما يحصل ده، نعمل ازاي وقايه، ايه ابرز الاسباب اللي بتجيب ده عشان نتفاداها في المستقبل. هنعرف كل ده من ضيفي العظيم، شرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور ناصر السنوسي، استشاري اول جراحه عظام الاطفال والمفاصل بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك؟ منورني وشرفني يا دكتور، وصباح الخير عليك. ربنا يخليك. صباح الفل. صباح الفل. موضوع مهم جدا جدا، والمقدمه بتاعت حضرتك دي حاجه جميله جدا. اشكرك يعني يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ابرز التشوهات يا دكتور اللي ممكن تحصل عند اولادنا، يعني طبعا قبل ما نقول الاسباب ونقول يعني طرق العلاج اللي هتكون طبعا طويله، لكن عايزين نعرف ايه ابرز هذه التشوهات، ايه اشكالها، وايه ابرز هذه العيوب. هو بص يا استاذ حضرتك، في حاجه الاول حاجه نتكلم على يعني ايه تشوه او عيب خلقي. جميل. عيب خلقي خلل اثناء الحمل في اول 3 شهور. نتيجه لذلك يتولد طفل بعيب خلقي، لا اما في جزء أو أجزاء من الجسم. إحنا بالنسبة لنا من منظور العظام، لو إحنا مثلا بنحاول كده إن إحنا نبسط الموضوع، فهنبدأ بقى بإيه؟ في عيوب خلقية فردية. نعم. جزء مثلا ناقص، صباع زيادة، مجموعة أصابع ملتصقة بالنسبة للإيه؟ للأطفال. او مثلا عندنا حاجه اسمها قدم مخلبيه، بيبقى فيه تشوه مثلا بالنسبه للقدم. او عندنا مثلا عيوب خلقيه بتبقى مخفيه، ممكن الاباء ما يتداركوهاش في الولاده. يعني احنا معظم العيوب الخلقيه اللي احنا قلناها دي بتلاقي حضرتك انها بتظهر لاي حد، يعني مجرد ما بتولد الطفل خلاص اوكي اي حد شايفها. لكن بالنسبه للعيوب الخلقيه المخفيه اللي ممكن مثلا يعدي شهر واتنين وسنه والاب والام مش فاكرين ان الموضوع طبيعي وان الطفل سليم، بالظبط ما يظهرش غير بعد ما يكبر. فاحنا بنحاول ننوه لايه؟ للحاجتين. طيب قبل ما نبدا نفتح بقى الموضوع ونحاول نحط احنا نقول ايه العيوب الخلقيه، نبدا ندور على الاسباب في البدايه، عشان بعد كده ايه، لان الاسباب دي مهمه، ومهمه كمان عشان الوقايه بعد كده. تمام. بس التقوس يا دكتور بيعتبر من تشوهات العظام؟ التقوس لا، التقوس بيبقى تشوه عظام غير خلقي مكتسب، وده ليه علاقه مكتسب. مكتسب يعني مثلا نقص فيتامين د. حادثه. ما هو بص حضرتك، هو برضه تنقسم لقسمين، اسباب حوادث، كلام مثلا يحصل حادثه لطفل وتكسر جزء من عظمه وما يتعالجش معالجه صح. يبدا ده يديني ممكن تشوه. على سبيل المثال مثلا حصل كسر مثلا في الكوع مع النمو، لان ده مركز نمو. نعم. فمع النمو والطفل بيبتدي يكبر، لو ما تعالجش مظبوط وصح في البدايه يبدا يديني تشوه اعوجاج للايد. الايد مثلا تبقى حادفه خارجيه او حادفه للداخل. فده بسبب كسر ما تعالجش مثلا بطريقه مظبوطه. لا قدر الله في بعض الاطفال ممكن يحصل عندهم حاجه اسمها ايه، مثلا خبطه او عملت مثلا حاجه زي التهاب في العظم، فبدا يحصل حاجه اسمها التهاب نكروزي اللي هو تسوس في عظام الاطفال. ده يبقى النمو، مشكله الطفل ان هو مشكله نمو. ما دام حصل خلل في
اي جزء من مركز النمو نتيجه لذلك من لازم يدي تشوه عضلي. فاحنا بنحاول نركز في الفتره دي باي تركيز واقوى قوه علاجيه بالنسبه للطفل في الفتره دي، لان اي خلل يديني تشوه بالنسبه لايه نمو، ولا سيما في الرجلين او اليدين او اي حاجه. طب اذا ما كانش حادثه يا دكتور، في احيانا ناس كتير جدا يقولك جواز القرايب، جواز القرايب بيعمل نسبه كبيره في التشوهات، فالناس بتبقى عندها رعب وخوف ان لا ما نتجوزش من العيله تماما. ده كلام مظبوط، بس احنا هنحاول نبسطه تبسيطه. اول حاجه زواج اقارب لا اما معروف عندهم المشكله ودي تبقى كارثه. يعني ايه كارثه؟ يعني انا مثلا ما ينفعش اب وام شايفين في العيله وشايفين في بالنسبه للجدود شايفين في الاحفاد فيهم المشكله اوريدي موجوده، دول مش هينفع بكل المقاييس تماما، مقاييس اللي احنا موجوده ان دول ينفع يتجوز حد في تاريخ وراثي. لكن لو ما فيش تاريخ وراثي او تاريخ مرضي في العيله، هل هنا ممكن نوافق على جواز القرايب ولا نوافق؟ بس بالنسبه في حاجه اسمها صفه وراثيه متنحيه. يعني ممكن الجين يبقى موجود ومعانا الاباء بالظبط، الاباء يعني الاجداد البعيده جدا اللي هو ممكن يكون مش حد يعلم عنه، متنحي يجي من الاجداد للاباء يبقى موجود فيهم ويظهر فرصته بحوالي مثلا نسبه 6% في الابناء في الاحفاد. طب بالنسبه للاحفاد للابناء طب هنعمل ايه بقى؟ في خريطه وراثيه. يعني احنا بالنسبه اللي احنا بنقول الزواج الاقارب، الفحص ما قبل الزواج بالظبط. طب ايه المشكله؟ انا بقى عايزه اقف عند فحص ما قبل الزواج دي يا دكتور، لانه للاسف في ناس كتير جدا واخداها كورقه روتينيه وبتضرب الورقه عشان مجرد يعني اتمام عقود الزواج، والموضوع بالزبط. ينتهي بسرعه جدا او يكونوا عندهم سرعه في الاجراءات فعايزين يجروا فيجروا يعملوا الورقه بدون اي اهتمام، وبيغفلوا ان هذه التحاليل ممكن تكون ليها اثر كبير جدا على حياتهم وعلى مستقبلهم. مهمه جدا. هي مش ورقه، هي المفروض انها بتتعمل، وعلشان اصل مشرع عمل الورقه دي اكيد كان بيفكر انها تتعمل بطريقه مظبوطه. ايوه. طب احنا دلوقتي لما مثلا في مشكله وعائلات فيها مشاكل، نعم، ومش ظاهر مثلا ظاهر في اي طرف بعيد من العيله، المشكله لما يروح مثلا اي مركز وراثه يعمل الخريطه الجينيه ويبدا بقى ايه، خلاص ده انا بتحميني من مشكله الطفل انا هقعد اعالجها حقيقي. وممكن في بعض الاشياء اظلمهم عليك، الاطفال دي هتبقى ذنبها ايه؟ ما انا بظلمهم لو بالزبط. في اي مشكله اعالجها. في حاجات يا دكتور بتتعالج قبل الجواز؟ يعني برضو خلينا نطمن الناس، هل لو النهارده اكتشفت حاجه هل بجد لها حل لو انا النهارده بالذات كمان الاقارب؟ ايوه، ممكن مثلا ما قبل الجواز لو اصلا عندي مشكله موجوده ما قبل الجواز ممكن انا اتعامل معاها. لو انا حاسس ان المشكله دي مثلا هتبقى في نسب معينه من الاطفال، المفروض طبيعي ان انا ببعد، لان هنا الصفه الوراثيه المورثه صعب التفادي ليها او صعب ان احنا نقدر نسيطر عليها. في دلوقتي حضرتك انت نعرف الجينات وعلاج الجينات وعلاج الكروموزومات، بس برضه العلم ده لسه ما وصلش للدرجه ان انا اقدر اتحكم في الجين عشان امنع الصفه الوراثيه. طيب. احنا الافضل ان احنا يحصل تباعد وما يحصلش زواج ما دام الصفه الوراثيه منتشره. جميل. النقطه بقى المهمه جدا وهي الكشف المبكر او الحاجات اللي ممكن من خلالها اقدر اعمل كشف على هذه الاصابات او التشوهات. ايه ابرز الكشوفات؟ يعني هل في حاجات معينه، اجهزه معينه، رنين للتشوهات العظام؟ بالظبط حضرتك. بص حضرتك، احنا وانا بتكلم في البدايه قلت لحضرتك ان في حاجه اسمها عيوب خلقيه مخفيه، ودي اصلا ممكن الست وهي حامل ممكن نعمل 4D، وال4D ده بيشخص نسبه عاليه جدا من تشوهات العظام. كان في سمعنا كمان مؤخرا عن 5D يا دكتور. بس هو يعني وصل ولا لسه؟ لا لسه لا، ال4D اللي هو دلوقتي ده منتشر موجود في كل مكان، منتشر بالظبط، ودلوقتي روتين بيتعمل من بعد الشهر الرابع، يعني من نهايه الثالث الرابع ده روتين دكاتره النساء خلاص بقى الروتين بتاعهم دلوقتي انهم يعملوا 4D.
طب هو حضرتك تاني بالنسبة لنا لو في عيوب خلقية مخفية بعد ما بتولد الطفل المفروض ان في دكتور اطفال بننبه عليه احنا كدكاترة عظام، نقول له خلي بالك اول ما بتستلم الطفل من اول ثانية بعد الولادة، بعد ما تعمل له الراستيشن بتاعه وتظبط له الاكسجين وكل حاجة، افحص الطفل لاحتمالية عيب خلقي مخفي. وبنفهمه يعني، هو دكتور اطفال بنقول له مثلا لو في عيب خلقي مثلا اللي هو في حاجة اسمها خلع خلقي لمفصل الفخذ، يعني مفصل الفخذ حضرتك بيبقى مخلوع. ببساطة دكتور اطفال بنقول له معلومات بسيطة جدا هو بيقدر يحدد، يبعته لنا بقى احنا بتوع عظام اطفال تشوهات، يبعت لنا الطفل ده احنا بنبدا نفحصه، ندخل نعمل له ايه بقى؟ هيبقى صعب الاشعه العاديه، بنعمل سونار اشعه تلفزيون على مفصل الفخذ، دكتور الاشعه بيحدد ان فعلا المفصل ده مخلوع ولا لا. طب احنا ليه ده كله؟ لان اللي يتعالج في اول شهرين احنا خلينا نقول كمان ان في صور معانا نقدر نوضح بيها اكتر يا دكتور. بالظبط. طيب بص دي ده بالنسبه للصوره دي حضرتك، دي حاجه بنسميها قدم قفداء، بس هي الصوره اللي هناك دي ده العيب الخلقي بقى. ده بيفحص حضرتك المفصل بتاع الفخذ على اساس يتاكد. بص حضرتك الرجل سليمه، انا كدكتوره عظام بعمل اختبارات معينه بقدر احدد ان المفصل ده مخلوع ولا مش مخلوع. تمام. بناء عليه حضرتك انا بتعامل مع الطفل. بص حضرتك ده بالنسبه لطفل زي ده، لو ملاحظين اللي هي الرجل على الناحيه اللي هي اليمين قصيره على الناحيه على الناحيه الشمال لو انت بصيتي من فوق حضرتك ده بقى الرجل دي مخلوعه، دي اطول شويه. بالظبط المفصل هنا في عيب خلقي، يعني ده كده مخلوع باين المنظر بتاع الطفل باين من مش محتاجه. بالظبط ده مخلوع، ده برضه ده برضه ده الطفل ده، بس دي كبر بقى، ده كده الرجل طالعه لبره. بالظبط. لا الرجل دي مفتوحه للاخر، الرجل الفخذ فوق مش جاي لاخره، يبقى في خلع في المفصل بتاع الفخذ على الناحيه على الناحية الشمال. تمام. فهو ده كده بص ده حضرتك ده علاج بسيط. اول ما بنكتشف الخلع ده حاجة بسيطة جدا بنركب اللي هو دي كلها عبارة عن دي حاجة بنسميها بافلك هارنس، ان احنا بنفتح الرجل بنفتح رجل الطفل. فالعلاج هنا بدري بحاجة بسيطة زي دي خالص. وبنتابع الطفل ونعمل له اشعة تلفزيونية وبيرجع، يعني حاجات بسيطة جدا يعني. ده بقى ممكن الطفل ده مثلا كبر شويه بنبدا نرجع المفصل ونجبسه. يعني دي حاجه بسيطه برضه، يعني علاجاتها بدري بتبقى افضل بكتير. طبعا تفرق كتير. بص حضرتك ده لما كبر الطفل ده كبر بقى، بص حضرتك مشيته ازاي، الظهر بتاعه مقوس لان عنده خلع في مفصل الفخذ عن ناحيتين. عند السهم كده عند الظهر ده. بس ده عن ناحيتين، يعني الخلع موجود حضرتك عن ناحيتين. في الجنبين. ده بقى الاشاعه بتاعته اللي هو الطفل وهو مخلوع، يعني كده الاشاعه راس العضمايه بره خالص عن المفصل. طيب. شوفي راس العضمايه بعيده ازاي بالنسبه للمقارنه للناحيه الثانيه، بعيده وعاليه خالص فوق، فطبعا دي مشكله كبيره يعني. دي بقى اتعمل له عمليه ده الطفل الكبير ده اضطرينا نركب شريحه ومسامير. دي شرايح دكتور؟ بالظبط يعني حضرتك. المسامير بالظبط. بص اضطرينا نركب شريحه ومسامير، لكن لو بدانا بدري لو لاحظت في اول صوره الطفل الصغير يا دوب بس حاجه بسيطه اتعملت. دي برضه دي عمليه معموله الطفل بعد ما رجعت راس العضمايه دخلت في مكانها. لو انت ملاحظه حضرتك ان راس العضمايه دخلت في الحق بتاع المفصل بتاع الفخذ، يعني ده بعد العلاج. بعد العلاج وبعد الجراحه. بالظبط. وده برضه بعد الجراحه راس العضمايه دخلت في الحق بتاعها، نزلت تحت على المستوى الطبيعي بتاعنا. دي اثر برضه من دي, دي 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 حضرتك برضه نوع من انواع التشوه. دي حاجه اسمها القدم المفلطحه، اللي هي اللي بنقول عليها فلات فوت. انا كنت لسه اسال حضرتك، الفلات فوت من ضمن الحاجات اللي طبعا من ضمن العيوب الخلقيه. ده فلات فوت بقى. دي طفله عندها حاجه اسمها قدم قفداء، اللي هي القدم القفداء او القدم المخلبيه. دي بعد التصليح، يعني في صور حضرتك هتلاقيها موجوده قبل ما نصلحها، دي بعد ما اتصلحت حضرتك. تمام. في صور تانية ممكن نقلب في الصور.
تمام. دي يعني طبعا تحيه لكل كرو العمل واللي قدروا ان هم يسعفونا بالصور اللي نقدر ان احنا نقول لكل كمان المشاهدين معانا يبقوا معانا في الصوره ويشوفوا يعني ابرز التشوهات دي على الحقيقه، لانه احنا بنتكلم بشكل نظري فالناس ممكن مش تتخيلش لعيب شكله ايه على ارض الواقع. خليني اقول انه من ضمن الحاجات حضرتك قلت لي ان في حاجات علاجها بسيط جدا فتتحل، يعني انا لو عالجت بدري يعني الكشف المبكر والعلاج المبكر بينهي القصه بدري جدا. بيفرق كتير، بيفرق كتير. طب بص حضرتك، يعني معظم الامراض الخلقيه احنا بنقدر نعالجها طول ما احنا شخصناها. لذلك احنا مثلا بننصح مثلا الاباء والامهات ان يحاول على قد ما يقدر، يحاول على قد ما يقدر ان يبدا معانا بدري، بحيث ان احنا نقدر نعالج في الوقت المناسب، لان العلاج هيبقى حاجه بسيطه. طيب. يعني زي ما احنا شفنا هنا مثلا مفصل مثلا مخلوع احنا عالجناه بمجرد كبيره كبر، اضطرينا ان احنا نكسر ونركب شريحه ونرجع المفصل في مكانه. فالموضوع بدا يتطور، العلاج بيبقى اصعب وجراحه كل ما استنى واقول ما لما يكبر هنا. يعني يا دكتور في بعض الاهالي برضو ما عندهمش العلم الكافي، او طبعا يعني في ناس بتطلق عليها الجهل، ولكن خلينا نقول ان هما عدم الوعي او ما بيسالوش، او ممكن يمشوا على كلام الجيران والقرايب والحبايب يقولوا لا ده لما يكبر يا عم، شوفوا لما يبقى يوصل لاربع سنين ما ينفعلوش حاجه قبل السن ده. فشايف يا دكتور انه الكلام والشائعات دي مدى خطورتها وتاثيرها على مثل هذه الحالات؟ دي المشكله اللي احنا بنعاني منها بالنسبه لموضوع تشوهات، ان الخبره السابقه اللي هي بتقاس بالنسبه للايه الاباء. يجي مثلا واحد يقول لك ايه، لا ده الطفل ده كان رجليه مقوسه، وده كان عمه رجليه مقوسه، او اخوه رجليه مقوسه. طب ماشي، ما هو التقوس ده ليه كذا سبب، يعني انت ليه؟ لا ما هو في سبب بيتعالج، اللي هو فيتامين دي، ده لو ما خدش علاج ممكن التقوس نفسه مع الاكل مع ده التقوس يتعدل، فالناس كلها بتقيس دي. طب ما احنا عندنا تاني تقوس واعوجاج في الساق، بيبقى حاجه اسمها بلاون ديزيز، ده من لازم يبقى فيه تدخل طبي، ومن لازم يبقى فيه تدخل جراحي، ومن لازم يبقى مبكر. طب ليه احنا بنقيس حاجه على حساب حاجه؟ دي المشكله. نعم. ان الناس بتقيس كل مشكله ما دام هو شافها رؤيه ان دي زي دي، خلاص يبقى سبب دي هو سبب دي، يبقى دي النتيجه زي دي. طبعا لا، الكلام ده مش مظبوط. ايه ابرز الاخطاء اللي بيقع فيها الاباء والامهات ممكن يعملوا فيها تشوهات؟ وانا هقول لحضرتك حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عايزه برضو اتاكد منها، كانت بتتقال كل ام بتعملها، لما بتبقى شايله الطفل على الشياله بتاعه الدار اللي بتحمل على الدار، والطفل بيبقى جوه الشياله دي، فدايما يتقال لا الطفل هيحصله تقوس، هيعمل شكل الرجل مش سليم. فكلمني هل ده صحيح من ضمن الاخطاء اللي بنقع فيها؟ بص هو حضرتك بالنسبه للطفل اللي متشال في السياره، لو هو عنده خلع خلقي مخفي ممكن يتصلح. نعم. يعني ده ممكن يتصلح. هو الخطر ان احنا نلف الطفل في بعض الدول ولا سيما في افريقيا، او ده ممكن احنا العاده دي مش موجوده عندنا، انهم بيلفوا الطفل اللفه كامله ويقفلوا رجليه على بعض. طيب. هو ده الغلط، لكن فتح الرجل وشيل شياله ما فيهاش اي مشاكل. جميل. يبقى احنا هنا نطمن الناس اللي بنقعد ايه نسمع كتير لاقاويل مش من متخصص. لا. خلينا سريعا ونختم في اخر دقايق معانا بالنصائح والتوصيات اللي حضرتك بتديها للناس، وانا سمعت معلومه مهمه جدا في سياق الكلام عن فيتامين دي، وطبعا احنا عارفين مدى اهميته للاطفال وبيقعد معانا لسن معين، فكلمنا ايه اهم التوصيات اللي نقولها للي عايزين ان هم يحافظوا على اولادهم من التشوهات دي، وكمان اللي عندهم التشوهات يبادروا ويسرعوا بالعلاج ازاي؟ بالعلاج. طيب بص حضرتك بالنسبه للوقايه الاول، الوراثه، صحه الام قبل الحمل، سن الام، لان تاخر سن الام في الحمل بيؤدي الى ايه؟ تشوهات عظام. طبعا ما هو داون سندروم ده بعد ال 35 سنه، فاحنا بنقول الفتره الانجابيه من لازم تبقى بدري. يعني في بعض الامهات بتقول لك لا انا هستنى شويه، بعد ال 35 يبقى في مشاكل. الصحه الغذائيه للام، لان في بعض الفيتامينات بتتاخد في الشهور الاولى من الحمل، اول ثلاث شهور، اللي هو الفوليك اسيد. أيوة. بيقلل نسبه تشوهات الاب الخلقيه. دي حاجه مهمه جدا. طيب بالنسبه نحاول على قد ما نقدر ان احنا بالنسبه لو ام عندها سكر او ضغط، من لازم يتظبط السكر والضغط. زواج الاقارب اللي هم عندهم الصفه الوراثيه وعندهم العيب الخلقي منتشر في العيله،
انا بقول لهم بلاش جواز، بلاش جواز اقارب خالص، بلاش جواز اقارب. ده بالنسبه للحاجات المهمه. بالنسبه كوقايه ندخل على علاج فيتامين دي في الطفل، لو شكينا ان في تقوس من لازم نبدا ندي فيتامين دي، لان حاجه بتتعالج ببساطه وما فيهاش اي مشاكل، بتتعالج بنسبه 100%. ده الحاجات المهمه. بالنسبه للعيوب الخلقيه، لو انا شاكك في طول او قصر رجل مخفيه، ببساطه اروح لدكتور عظام هاخد رايه، مش هخسر حاجه. لو في مشكله هنعالجها، ما فيش خلاص يبقى الاهل، لان المشكله دي لو احنا سبناها بتتفاقم بعد كده وتعمل لنا مشاكل عظيم. بشكرك يا دكتور، نورتني وشرفتني بوجود حضرتك معايا، واتمنى كل الساده المشاهدين النهارده يستفيدوا من هذه الفقره، يعني على ارض الواقع، مش بنسمع كلام وخلاص، انما لازم نبقى دايما بنبادر بسرعه عشان نقدر نحمي اولادنا من اي مشاكل. كان معايا النهارده دكتور ناصر السنوسي، استشاري اول جراحه عظام الاطفال والمفاصل بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي. نورتني يا دكتور، شرفنا بوجودك. كمان بشكر كل الساده المشاهدين اللي يعني شافونا النهارده، وبشكر زميلتي اسراء، والى ان نلقاكم في لقاء جديد وفريق عمل جديد ونهار جديد. استودعكم عنايه الله وامنه، لا تضيع ودائع، والسلام عليكم.